ينضم إلينا عبر خدمة سكايب اللواء واصف عريقات الخبير العسكري والاستراتيجي لمناقشة هذا الموضوع. أهلا وسهلا بك معنا سعادة اللواء. أهلا بك، تحياتي. إذن اليوم خرق صهيوني أول للهدنة 6 جرافات عسكرية إسرائيلية ومعها آليات حربية تتوغل شرق خان يونس وتحاول منع المزارعين من الوصول لأراضيهم. برأيك ما دلالات هذه الخطوة اليوم بعد زيارة وزير المخابرات المصري عباس كامل إلى الكيان الصهيوني وأيضا لقطاع غزة لتثبيت وقف إطلاق النار؟ يعني دلالاتها أن إسرائيل ما زالت تعاني من الهزيمة التي لحقت بها وتحاول أن ترسل رسائل للجبهة الداخلية الإسرائيلية وطبعا للمندوب المصري بأنها ما زالت قوية وما زالت تفرض شروطها. أنا أعتقد أنه هذه عبارة عن ذر رماد بالعيون، لن يؤثر على الفلسطينيين. الفلسطينيين قالوا كلمتهم، قالوا إن عدتم عدنا، بمعنى إذا ما أصرت إسرائيل على خرق وقف إطلاق النار أنا بتقديري سيرد الفلسطينيين بنفس المقدار التي تخرق فيه إسرائيل وقف إطلاق النار. يعني نحن الآن في مرحلة نتنياهو يحاول أن يلملم الجراح، يحاول أن يرسل رسائل ليقول لجبهته أنهم لم يهزموا، ولكن حقيقة هم هزموا، وما يقوم به الآن عبارة عن رخصة الذبيح. يعني معروف أن إسرائيل دائما وأبدا لا تلتزم، هي لا تلتزم لا بعهود ولا بمواثيق، ولكن هذه المرة أنا أعتقد أنها ستلتزم لأنها تعرف تماما أن إذا ما أقدمت المقاومة الفلسطينية على الرد سيكون الرد مؤلما لإسرائيل وسيكون الجزاء من نوع العام. إذن برأيك أن الكيان الصهيوني سيلتزم بهذه الهدنة؟ إذن هذه الخطوة ربما في الوقت الراهن تحديدا مع تصريحات بنيامين نتنياهو النارية تجاه حتى أقرب حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا وسط هذه الأزمة السياسية داخل الكيان الصهيوني، هل يمكن أن تكون هذه الخطوة ربما رسالة حتى للداخل الصهيوني بأن نتنياهو ما زال اليوم بيده القرار العسكري وغيره؟ يعني نتنياهو ما زال يهدد، يعني هو يهدد ليس فقط في فلسطين، يهدد أيضا مع إيران. يعني وزير الدفاع الأمريكي ذهب إلى إيران ليرمم نتائج ما صرح به نتنياهو حينما قال أنه سيقدم على عمل أحمق ضد إيران حتى لو أدى إلى ضرب العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي الكل يدرك تماما أن نتنياهو يلعب بالنار، نتنياهو يحاول أن يخرب أو أن يمنع تشكيل حكومة تبعد عن كرسي الحكم، هذا أصبح معروف. فبالتالي هو ذهب بجيشه وبجبهته الداخلية إلى الجحيم كما قال بعض المعارضين لنتنياهو حينما توجه إلى قطاع غزة وطبعا رجع يلملم ذيول الهزيمة. فبالتالي هذا أحمق، نتنياهو أحمق، وطبعا لن نستبعد أن يرتكب حماقات جديدة، ولكن أنا بتقديري هذه المرة الحسابات ستكون مختلفة تماما. نعم، بالنسبة لفصائل المقاومة الفلسطينية اليوم وسط هذا التصعيد، برأيك كيف يمكن أن تتصرف وتمنع ربما حتى بنيامين نتنياهو من استغلال هذه المسألة من جديد، خاصة وأنها قالت أنها سترد على كل الاستفزازات الصهيونية وهي جاهزة تحت شعار إن عدتم عدنا؟ يعني أنا بتقديري سقف المقاومة و المناورة عند المقاومة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية أعلى من السقف عند نتنياهو. نتنياهو سقفه محدود، يعني معروف، ولكن فصائل المقاومة لديها خيارات عدة، لديها خيارات يعني بتصعيد التصعيد على حدود قطاع غزة. هناك وسائل متعددة، ليس بالضرورة أن تكون بالصواريخ، وليس بالضرورة أن تكون بضرب الكورنيت، وليس بالضرورة أن تكون بالاشتباك المسلح. هناك وسائل متعددة تستطيع المقاومة الفلسطينية وفصائل المقاومة الفلسطينية أن تقوم فيها من قطاع غزة وحتى من الضفة الغربية ومن القدس ومن الشيخ جراح ومن كل مكان. ف
فبالتالي ما زالت الخيارات الفلسطينية أوسع بكثير من خيارات نتنياهو. تتحدث ربما هنا عن الأمور الدبلوماسية والسياسية، يعني سعادة لواء واصف، يعني ماذا بإمكانها أن تفعل في هذه المسألة الدبلوماسية ربما وغيرها؟ لا 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 أتحدث عن الدبلوماسية، أتحدث عن الميدانية. نعم، لو تبين لنا أكثر إذن لنفهم أكثر الفكرة هنا. هناك وسائل ميدانية، هناك يعني تصعيد العمليات الخشنة مثلا من حدود قطاع غزة. الطائرات الورقية، الطائرات الحارقة، هناك وسائل متعددة تستطيع، هناك عمليات اشتباك محدودة على الحدود، يعني يمكن كل هذا ممكن لفصائل المقاومة الفلسطينية. لن يؤدي هذا ربما إلى انزلاق الأوضاع، إلى ربما جولة تصعيد جديدة، خاصة وأن الكيان الصهيوني يريد أن يستثمر أي نقطة كما ذكرنا نتنياهو لصالحه في هذا التوقيت بالذات؟ يعني لا يمكن أن ننفي ذلك، ولكن أنا بتقديري واقع الحال عند نتنياهو وعند الجبهة الداخلية الإسرائيلية لا يشي بذلك. يعني الجبهة الداخلية الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي يعني فرح كثيراً لوقف اطلاق النار. يعني حينما يقول بايدن ان نتنياهو اتصل به 6 مرات من اجل وقف اطلاق النار، انا اعتقد انه ليس سهلا على نتنياهو ان يتخذ قرار من جديد بالمواجهه مع غزه كما كانت عليه بالسابق. بالنسبة للتحركات السياسية اليوم، الاتحاد الأوروبي كان له تصريحا لافتا بأن إعادة إعمار غزة والتعامل حتى ربما مع حركة حماس في المستقبل مربوط ب أو مرتبط بحكومة وحدة وطنية في فلسطين والسلطة الفلسطينية. ما الذي يمنع ربما إعادة توحيد الصف الداخلي الفلسطيني وانفتاح فصائل المقاومة الفلسطينية، خاصة حركة حماس على نظيرتها حركة فتح وبقية مكونات الساحة السياسية الفلسطينية، لربما تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون فصائل فيها ممثلة في العالم وأمام ربما المحافل الدولية أيضا؟ يعني أنا أعتقد أنه الوقت الآن هو الوقت الأفضل والمناسب لإنهاء الانقسام والعودة للوحدة الوطنية، لأنه يعني ما جرى من عدوان استمر 11 يوم يعني كان أحد العناصر التي أرسلت رسائل قوة لإسرائيل وللعالم هي الوحدة الفلسطينية، وحدة الفلسطينيين سواء في كل مكان، حتى وحدة الفلسطينيين في الداخل ومع فلسطينيين الخارج، وهذا طبعا يعني نال إعجاب العالم. فبالتالي أنا أعتقد أنه يعني فرصة الآن، الفرصة سانحة وهي أقرب، ونحن أقرب ما نكون إلى العودة إلى الوحدة وإلى إنهاء الانقسام، بغض النظر عن تشكيل وحدة، عن حكومة وحدة وطنية أو لا، ولكن القواسم المشتركة الآن موجودة. لا يوجد شيء جوهري أو استراتيجي نختلف عليه. العالم كله احترم الفلسطيني لقوته ولوحدته. فبالتالي أنا بتقديري نعم، سيكون هناك إنهاء للانقسام وعودة للوحدة الوطنية. في هذا السياق وزير الخارجية الروسي يعني سيرغي لافروف أو نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف كان قد أعلن أن موسكو قد تحتضن اجتماعا للفصائل المقاومة الفلسطينية وأيضا حركة فتح وحركة حماس لإجراء مشاورات مع بعضها البعض في موسكو، وقال إذا كانت لديهم رغبة في الاجتماع فإن موسكو تمثل دائما مكانا مريحا لكل الفلسطينيين للتباحث. هذا الانفتاح على روسيا وهذه التصريحات الروسية، هل ربما هي انعطافة في الموقف ربما الروسي من حركة حماس على غرار ربما الموقف الأوروبي، وهل تمثل هذه الخطوة ربما بداية إعادة التوحيد الجهود الداخلية الفلسطينية وترميم العلاقات التي ربما اهتزت بعد إلغاء الانتخابات وتأجيلها؟ يعني الموقف الروسي مشهود له بأنه يعني داعم للقضية الفلسطينية وداعم للفلسطينيين سواء كان في داخل فلسطين أو في المحافل الدولية. بالتالي يعني نحن نثمن، الشعب الفلسطيني يثمن أي خطوة جادة تسعى لتوحيد الصف الفلسطيني، لإنهاء الانقسام، لتقريب وجهات النظر، لتنظيم استراتيجية وطنية واحدة. يعني أنا بتقديري الموقف الروسي مشكور ومثمن عاليا
عند الفلسطينيين. وطبعا يعني كما قلت لك الجو الآن سواء كان في داخل فلسطين أو خارجها هو مهيأ وملائم للوحدة الوطنية والإنهاء الانقسام. ولكن إذا ما جاء هذا الموقف من أصدقائنا الروس فأهلا وسهلا بهم، وأنا بتقديري يعني خطوة مرحب بها وإن شاء الله تكلل بالنجاح. ليست روسيا فقط أستاذ واصف، وأيضا القاهرة بعد ما قاله كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية بأن هناك دعوة مصرية لأمناء العامين للفصائل الفلسطينية للاجتماع في القاهرة أيضا لمعالجة عدة ملفات من بينها ملف الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة. هنا هل الوحدة اليوم بين فصائل المقاومة الفلسطينية وبين السلطة الفلسطينية تحديدا هل يمكن أن يكون انعكاسا للوحدة التي رأيناها خلال عملية سيف القدس التي توحد خلالها الشعب الفلسطيني حول مشروع واحد فلسطيني؟ الطبقة السياسية اليوم باعتقادك ما الذي يجب أن تفعله لتحافظ على تلك الروح التي رأيناها خلال عملية سيف القدس؟ الطبقة السياسية والقيادة السياسية وجدت لتخدم شعبها يعني تنفذ رغبات هذا الشعب. رغبات الشعب الفلسطيني واضحة وقيلت خلال 11 يوم، قيلت أننا شعب واحد، قضيتنا واحدة، ويجب أن نكون في خندق واحد. الخندق لا يعني فقط في مواجهة الاحتلال، الخندق أيضا في مواجهة العالم ومخاطبة العالم يعني سياسيا. فبالتالي أنا بتقديري الشعب نعم يريد إنهاء الانقسام ويطلب من قيادته، وأعتقد أن قيادته ستلبي رغبته في القريب العاجل. هنا برأيك بخصوص الوحدة الفلسطينية في ظل ما نراه على الجانب الآخر في الكيان الصهيوني من ربما تصدعات سياسية حقيقية أصبحت ومشاكل كبيرة بين الأحزاب السياسية لاستبعاد نتنياهو وهو الذي يرد، هنا بالنسبة لهذا العامل يعني توحيد الجهود في الوقت الراهن كيف يمكن يعني الفصائل الفلسطينية والأحزاب الفلسطينية أن تسبق خطوة للأمان أمام الكيان الصهيوني وتحافظ على هذا الزخم في مقابل ما نراه من تراجع وتصدع في المشهد الصهيوني الداخلي؟ يعني الشأن الإسرائيلي هو شأن إسرائيلي لا علاقة لنا به، ولكنه يتأثر حقيقة بالموقف الفلسطيني حينما يكون هذا الموقف قوي سواء كان في الميدان أو بالسياسة. فبالتالي ما يجري الآن في الداخل الإسرائيلي هو عبارة عن بداية بذور تفتيت للمجتمع الداخلي الإسرائيلي، لأنه المجتمع الإسرائيلي هو كيان هش وهزيل وغير منسجم مع بعضه البعض. فكيف إذا ما كان هذا الكيان يعني معرض للهزيمة أو هزم أمام الفلسطينيين؟ أنا بتقديري مزيد من الصمود الفلسطيني ومزيد من القوة الفلسطينية هو مزيد من التفكك في الجبهة الداخلية الإسرائيلية. والجبهة الداخلية الإسرائيلية أنا بتقديري يعني كما قلت هي عبارة عن نسيج غير منتظم وغير متكامل بعكس الشعب الفلسطيني الذي يتواجد في مواجهته. نعم، كيف تقرأ هذه الانعطافة في السياسة الداخلية الإسرائيلية وإقصاء ربما بنيامين نتنياهو ربما يعلن اليوم عن تشكيل حكومة بين نفتالي بنت زعيم حزب يمينة وبين يائير لبيد وسيشارك معهم بيني غانتس أيضا وزير الدفاع الصهيوني وفيكتور ليبرمان وزير الدفاع السابق، واستبعاد نتنياهو بعد تقريبا 12 سنة في الحكم وقبلها 3 سنوات بين 96 و99؟ يعني أعتقد أنه نتنياهو يعني هو صحيح أنه هدف في هذه المرحلة، ولكنه ليس الهدف بمعنى الهدف الكلي. يعني الجبهة الداخلية الإسرائيلية والإسرائيليين سئموا من نتنياهو، من تصرفات نتنياهو الحمقاء. ولا يعني أن الذي سيأتي هو أفضل من نتنياهو، بالعكس نحن نعتبرهم كلهم واحد، كلهم عدو للشعب الفلسطيني، كلهم غير مؤمنين بحق الفلسطينيين بالعيش، بأخذ الحقوق، بأن يكونوا جزء من المنطقة. ولكن نحن ندرك تماما أن من يأتي بعد نتنياهو هو
يعني شأن خاص بالإسرائيليين وليس بالفلسطينيين. الفلسطينيين يعتبرون الكل الإسرائيلي واحد إلا إذا أقروا واعترفوا بالحقوق الفلسطينية. ولكن إقصاء نتنياهو بعد 12 سنة كما ذكرنا من الحكم وبعد 3 حروب خاضها، ويعني برأيك هل هذا إعادة المسار نحو ربما الصورة التي اهتزت خلال الحرب الأخيرة أمام الرأي العالمي، وإعادة ربما تسويق الصورة الصهيونية، أم هو ربما لفشل نتنياهو في حربه خاصة الأخيرة وما رأيناه من تنامي قدرات المقاومة الفلسطينية كل حرب أكثر من الحرب التي قبلها؟ يعني نتنياهو حينما جاء للحكم جاء بشعارات تبين لجبهته الداخلية بأنها كاذبة. يعني حينما قال أنه سيمنع إقامة دولة فلسطينية، صحيح أنه عطل إقامة الدولة الفلسطينية، ولكنه لم يكسر إرادة الشعب الفلسطيني، لم يكسر مقاومة الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني يزداد صلابة على الأرض وتتصلب إرادته ويزداد قوة في الميدان سواء كان في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. هذا من جانب. من جانب آخر قال أنه سيقضي على المشروع النووي الإيراني. أين هو من هذا المشروع؟ حتى الآن لم يتمكن نتنياهو، رغم أنه يهدد، حتى بالأمس هدد أنه سيضرب المشروع النووي الإيراني، ولكنه فشل حقيقة. تحدث عن أنه سيحقق الأمن والأمان للإسرائيليين، لم يحقق لا أمن ولا أمان. الإسرائيلي الآن يحمل جواز سفره في جيبه يبحث عن وسيلة ليغادر، لأنه لم يعد آمناً في بيته وفي منطقته بعد الهزيمة التي ألمت بهم بعد عدوان 11 يوم. من ناحية اقتصادية، وأيضا يعني تحدث عنه سينعش الاقتصاد، بالعكس، يعني خسارته في الآونة الأخيرة من سيعوضها؟ اليوم يشحدون من الولايات المتحدة الأمريكية $1 مليار من أجل ترميم فقط القبة الحديدية، فقط القبة الحديدية وليست بقية الأسلحة والمعدات. فبالتالي فشل نتنياهو في الأصعدة كافة هي التي ذهبت، يعني جعلت له جبهة معادية عريضة. لذلك يعني يريدون التخلص منه على وجه السرعة. بما أننا تحدثنا عن الولايات المتحدة الأمريكية، كانت هناك تصريحات لافتة لبنيامين نتنياهو وقال أخير الاحتكاك مع الولايات المتحدة الأمريكية على أن تمتلك إيران أسلحة نووية وهي تهدد أو بمثابة تهديد وجودي للكيان الصهيوني. برأيك لماذا اليوم يهاجم بنيامين نتنياهو بهذه القوة الولايات المتحدة الأمريكية في آخر ربما أيام حكمه، وما دفع وزير دفاعه بني غانس للتأكيد على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أقرب وأصدق حليف للكيان الصهيوني؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت الداعم الأساس لإسرائيل، ولكن ليست داعما لنتنياهو. حقيقة هناك خلافات تحت الطاولة ما بين نتنياهو وبايدن. بايدن يشعر أن أحد الأسباب التي جعلت نتنياهو يصعد حتى في حدود قطاع غزة هي من أجل التعطيل على المشروع النووي الإيراني، يعني تصدير أزمة. ولكنه يعني أعلن أكثر من مرة أنه يدعم إسرائيل. فبالتالي يعني الخلاف هو شخصي بين نتنياهو وبايدن وليس خلافا أمريكيا إسرائيليا. أمريكا ما زالت داعم أساسي لإسرائيل وستبقى داعم أساسي، لأن كل رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية يعني أثبتوا دعمهم لإسرائيل عبر مليارات الدولارات وعبر الأسلحة والذخائر وعبر الدعم في المحافل الدولية. هذا لا شك فيه، لا شك فيه. ولكن هناك أيضا متغيرات في الشارع الأمريكي. أيضا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية حتى لو كان داعما لإسرائيل لا يستطيع تجاوزها. يعني هناك مظاهرات خرجت في واشنطن وفي الولايات الأخرى تندد بجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل. العالم كله تغير حينما شاهد ويعني كان هناك برهان على أن إسرائيل التي تتشدق بالديمقراطية أنها مجرمة، التي تقتل الأطفال، التي تهدم البنايات فوق رؤوس سكانها، التي تقتل الصحفيين وتهدم الأبراج المتواجدة فيها، المحطات الفضائية ووسائل الإعلام. كل هذا
يعني جعل من العالم يتغير في نظرته، و يعني خداع إسرائيل له طيلة الفترة الماضية. فبالتالي نعم. هذه كلها تعكس نفسها على الرؤساء. فبالتالي حينما تتغير وجهة نظر الشعب، أنا بتقديري أيضا الرؤساء يأخذون هذا بعين الاعتبار.